والله العظيم ما عارف اشكرك ازاي سمح بيه. الله يكرمك عمر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عيني. هي جوه؟ ما تتخضش، سامح بيه قام بالواجب، اجل المحضر وقعدها جوه تستريح. ماشي. فريده مشيت ساعه ما كلمتك يا معلم. اهدى بقى عمر. سامح باشا والله مش عارف اشكرك ازاي. تؤمر يا سعاده الباشا، ده واجب علينا، وبعدين احنا زمايل من زمان ووالد حضرتك غني عن التعريف. ربنا يخليك يا باشا. ممكن بس ادخل لها بعد؟ اتفضل يا فندم. يلا خش اطمن. انت عارفه انا خسرت شغلي وفريده ودنيتي كلها ليه؟ عشان دم راضي ما يضيعش حضر. كلنا دفعنا الثمن عشان هو بطل ويستاهل. حتى فريده بتساعدك رغم ان مفيش حاجه بيني وبينها، لكن برضه بتساعدك عشان خاطره هو. اخوك قبل ما يموت وصاني عليك انت بس. انت بقى عملتي له ايه؟ عارفه الظابط اللي بره ده لو ما كانش عمل لي اعتبار انا وابويا كان حصل ايه؟ كان زمانك بتتحاكمي في قضيه اقل حكم فيها 3 سنين سجن. بصي انت هتروحي على بيتك لمده ساعه واحده ومش لوحدك. هتلمي هدومك وشنطتك وتيجي على عندنا في البيت لحد ما اسافر، وهتيجي معايا. وانا بقى ما عنديش لا دكاتره ولا مصحات، ولو حكمت هرميكي في اوضه لوحدك تاكلي في نفسك كده لحد السم ده ما يطلع من جسمك ان شاء الله بعد سنه. وكلمه زياده مش عايز اسمع. اشرب خلود بالهنا والشفا. حلوة حلوة الفراولة؟ كل يوم عشان هو الفراولة. حبيبي حبيبي. ايه ده؟ عمر جه؟ صح. ايوه يا حبيبي يا خلود، وحشتني. وانت كمان وحشتني. عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا جماعة. وحشتني حبيبتي. الحمد لله على السلامة. وحشتني موت. حبيبي الحمد لله على السلامة. الحمد لله. أهلا أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا. واضح إنك اتعالجت في السفرية دي. والله كنت علقة بس الحمد لله. الحمد لله. بس أنت وحشتني قوي. وأنت والله يا باشا. بص يا حبيبي بقى، اطلع غير هدومك وتعالى بقى عشان نتكلم بالهداوة. حاضر يا باشا. اطلع غير هدومك وتعالى بقى عشان نتكلم بالهداوة. تعالى حبيبي. الحمد لله. ربك هو اللي سطر. الحمد لله يا بروف. تعالى. أخبار المزة إيه؟ انهي فيهم؟ ايه ده هم قد ايه؟ كتير. الله يا جامد. ايوه افسد لي اخلاق الواد بقى.
زي الفل وهتبقي فوق الكل. اسألك سؤال يا باشا بس عشان خاطر ربنا ترد عليا باللي انت حاسس بيه بجد. اسألي انا بابا وانا مش هكدب عليك. لو النصيب يا باشا جه معاك بواحدة مرت بنفس الظروف اللي انا مريت بيها هتقدر تتجوزها تحط ايدك في ايدها وتمشي بين الناس راسك مرفوع وانت عارف ان الناس بتبص لها كانوا يعني شايفينها متصوره مع واحد تاني؟ انت سالت سؤال انا كنت هجاوب عليه كمان شويه وقدام عمتك اهو عشان ما تقوليش بس ان انا بشتغلك يعني زي ما قلت لي في الاسم فاكره؟ انا ما حدش بيملي عليا اي قرار يا باب ولا بعمل ده بدافع الشفقه والعطف والكلام العبيط ده. كل اللي عايز اقوله لك ان انا يعني لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للحقيقه اللي انا حاسس انها قريبه قوي ساعتها هروح لعمتك واسالها سؤال اقول لها قول لها تقدر تتجوز ظبط تخين زيي ولا لا؟ ما شفتش دورها بنتي؟ لا يا هانا ما شفتهاش. ايوه خالد سلام. بقولك افتحي لي الباب عايزه اخرج. مش هفتح الباب يا سلمى. افتحي الباب. مش هفتح الباب يا سلمى. عشان انا اختي جوه لوحدها معاها. اسحاق علياء افتحي علياء انا عمر. اخو عمر جه اهو هو اللي هيعرف يتصرف معاكي. عارفه لو راضي طلع من تربته دلوقتي وفكر ينقلي من الخروج برضه هموت نفسي. قطعي شرايينك
تقطعيها؟ انت عايز مني ايه؟ انت عايز مني ايه يا فكره؟ انت مين اصلا؟ انت مين اصلا؟ انا اللي ربنا بعتهولك عشان يسيبك تموتي نفسك. انا اللي وعدت راضي ان طول ما انت عايشه هتبقي احسن بنت في الدنيا كلها. بما اني مش عارف انفذ الوعد ده يبقى خلاص هسيبك تموتي احسن. ورحمه راضي لتفوق. خليكي معايا يا علي. يلا ايه ده يا عم؟ خير يا سامي، صدمة عصبية بس عنيفة شوية، لازم الممرضة تكون مقيمة معاها. طب يا سامي انت كده كده هتسافر في مصر بعد ساعتين، من فضلك اول ما توصل ابعت لي ممرضة على طول. حاضر. القمر، ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ازيك يا حبيبتي يا دور؟ انت صاحب بوبي؟ صح انا صاحب بوبي. انت اللي كنت معاه في الحفله صح؟ برافو عليكي. انا فين؟ بوبي فين؟ بصي يا حبيبتي ما تقلقيش خالص، انا صاحب بوبي وهي صاحبه مامي. بوبي ومامي جم وجابوكي عندنا هنا عشان تقعدي معانا كام يوم، عشان بوبي مسافر ومامي جاي لها ضيوف، واكيد هتبقى مشغوله عنك واول مره تتفسحي معايا انا ولورا، صح يا لورا؟ اوكي. طب ليه بابا ما سابنيش مع عمر؟ عشان عمر مشغول واكيد مش هيعرف ولا يتفسحك ولا ياخد باله منك. لكن انا زي عم عمر مش كده؟ طيب حبيبتي تحبي نكلم بابي؟ يا ريت. ماشي، بس قبل ما نكلمه نصور صوره كده نقول له القمر صحيت ومبسوطه قوي. تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت بتصحي كده ملاك؟ قولي له هاي بابي. هاي بابي. تعالي بقى نوري الصور ونكلمه. ماشي. اديني بعت له الصور. يلا بقى نكلمه. هفتح السبيكر بقى وكلميه بقى براحتك بقى. يلا. ماشي. هاي بابي. دورة. مالك اتخضيت كده ليه لما سمعت صوتي؟ لا يا حبيبتي ابدا ابدا، انا بس مش متعود تبعدي عني. صباح الفل يا عم ادهم، انا قلت اطمنك على الاماراية بتاعتك، على قلبك وروحك زي ما اتفقنا يعني. انت ايه، خلصت ولا لسه؟ مستنيك لما تحدد الميعاد. مامي فين؟ مامي يا حبيبتي اكيد اكيد راحت السوق تجيب شويه حاجات عشان جاي لها. مش كده يا عم ادهم؟ طب ممكن لما ترجع من السوق بكلمها؟ طبعا طبعا يا قلب سيف، طبعا يا روح سيف، طبعا يا حبيبتي هنكلمها. علي بقى نسيبه دلوقتي، اكيد مشغول بابي عشان بيساعد مامي كمان في الحاجات، هنكلم مامي لما ترجع. اه اوكي اوكي يا حبيبتي. يلا يا عم ادهم احنا هنسيبك شويه بقى، قولي لبابي باي. باي باي يا بابي، هتوحشنا قوي. شور هتوحشيني. انت مش جعانة؟ قومي ناكلي. يس يلا تعالي يا لورا تعالي.
اللي حصل معاك ومع شركاتك بسبب مرات الراجل اللي اسمه ضياء ده، وبعد 3 أشهر بالظبط ملوش غير معنى واحد، انك انت ما اتخلقتش عشان تملى المكان ده. ربنا مش رايد لك انك تقعد فيه. يا نهار ابيض يا باشا، انا طلعت نحس قوي وانا مش واخد بالي بقى. يا حبيبي المساله ما لهاش علاقه لا بالحسد ولا بالنحس ولا بالكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، لا المساله لها علاقه بشكل اساسي ان ربنا ما خلقكش عشان تشتغل في المكان ده. ربنا بيخلق البني ادم وبيخلق له مكانه اللي يقدر يشتغل فيه وياكل منه عيش، واللي ربنا بيحبه بيهديه لمكانه بسرعه، حتى لو كان طول عمره بيفكر ان هو يغيره ويروح مكان غيره. ربك بيهدي البني ادم للمكان اللي هو عايزه. مش عارف يا باشا، هو يمكن، بس ده اكيد يا باشا لو انا مش مرتاح في المكان. بس انا فعلا مرتاح هناك، حتى المشاكل هناك ليها طعم تاني خالص. يعني بخصوص يعني غادة وسلمى؟ لا سلمى دي مش مشكلة، سلمى دي أمانة. حتى غادة برضو مش مشكلة بالنسبة لي، لأنها أصلا مش موجودة، أنا بس باشا اللي موجود في دماغها ومتستف. ده مش ذنب بقى يا باشا، أنا مالي. طب ما قلتليش بقى موقع فريدة إيه بقى بالنسبة لك يا باشا؟ فريدة دي يا باشا عاملة زي القدر، ما تعرفش تملكه وما تعرفش تستغنى عنه. الله الله، يعني ناوي تكمل معاها يا ابني؟ الفكرة مش فكرة إن أنا ناوي ولا مش ناوي، هي قدر يا باشا، قدر. معرفش اتخيل حد تاني يكمل معايا غيرها، مفيش حد اصلا في الدنيا ينفع يملى المساحه بتاعتها، لانها هي كده بتاعتها هي بس، وهتيجي وهتملاها. امتى بقى وازاي مش عارف، بس ان شاء الله مش بعيد. عشان اللي زي فريده دي ما ينفعش اللي يحبها يعرف يعيش بعيد عنها، هو مش هيقدر. ابوها مش عارف ان معاه كنز. والله انت كنز. يا باشا دي حاجات بسيطه كلها، هو بتفكرني بشباب. مرحبا بيك يا حبيب. هنا لا بغز، يعني اسكن فين؟ عندنا في العشيرة. عندنا في العشيرة؟ اه. وانا مش هقابل عمر باشا؟ لا عمر باشا في مشوار شغل برا سينا 2 أو 3 أيام وراجع ان شاء الله. طب ما قالكش يعني هو وصل لامريكاني ولا لا؟ شوف يا حبيب، في حاجات انا بعملها في الاول وبعدين عمر بيعرفها وينفذها، وفي حاجات هو بيعملها في الاول. بالنسبه بقى لموضوعك انت والامريكاني، هذا الموضوع عن عمر وبيخططوا وينفذوا في الاول. فهمتني؟ وصل. مرحبا بيك يا حبيب، اتفضل. كده يبقى هما 3 حاجات هيخلوا الناس تيجي، السفاري والاقامه والغطس. فينك بقالك فتره مش باين. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم لي. سيب الحاجه زي ما هي بقى يا معلم وانا هرتبها. لا يا عمر بيد، احنا اتطهرنا قوي. لا ما انا عارف، انا عارف. مش فاكر اعصابك. شكرا يا حبيبي. الايس كريم بتاعي. اشرب عصير، اشرب العصير. شكرا. اصل احنا لو سيبنا عصام يبقى مش هنشرب الحاجه دي. كمل بقى. السفاري، السفاري والاقامه والغطس. اه ناقصهم حاجه رابعه، الاحساس بالامان. اوكي. وبالسعر اللي انت كاتبه ده لو على اسبوع يبقى يكلف 8 خروجتين في مصر هنا كويسين. وهو هو نفس السعر حتى لو الايام قل. طيب ولو 2 بس مسافرين، أو حتى واحد مع نفسه طلع يقضي 2 يومين، يعني هتحاسبه على نفس الأسعار؟ هي 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 هي. طب احنا كده ممكن نبعت لك الجامعة كلها يا معلم. أيوه بقى، هو ده اللي أنا عايزه أخلوه. آه بس في مشكلة صغيرة ممكن تعطل الموضوع ده شوية. خير؟ لازم أنا ولودي نطلع الطلعة دي أسبوع في الأول، علشان ما ينفعش نقول للناس على حاجة هتبسطهم من غير ما نكون جربناها واتبسطنا بجد. وبأمان، صح يا لودي؟ صح.
معلش لازم نحس بالامان يا عمر. طبعا يا لودي حبيبي. طبعا. وبعدين ليه مش حاطين الشوكليت على الايس كريم كمان؟ انت لقيتها فين دي؟ ماشي يا لودي. شوي بقى القهوة بتاعتك قبل ما تبقى. صراحة أنا لما كنت خالص غير كامل اللي عندي في العقد، وجنبيها صوره لكامل وسهى، بس يعني ما كانوش اخوات خالص في الصوره دي. طلعت الريسبشن اديت المحفظه للبنت، ولقيت كل الناس اللي في المكتب بتتعامل مع سهى على اساس ان هي اخت كامل، فاستغربت، حسيت ان في حاجه غلط في الموضوع. طب انت ليه ما قلتليش؟ احنا بنتقابل هنا كل يوم تقريبا. ما اقدرش، ممكن اتفهم غلط، بس الحمد لله ان هي قالت لك بنفسها بدل ما كامل يضحك عليك ويقول لك اي حاجه تانية ويغرقك في الموضوع اكتر. انت المفروض تحمدي ربنا على كده. الحمد يسلمك يا سند. ازيك؟ الحمد لله. سلمى اخت راضي. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. راضي صحتك؟ باقي في حياتك مع انها جت متاخره. حياتك الباقيه. ايه يا التقفيصه بتنش كده ليه؟ الوضع زي ما انت شايفه كده من ساعه ما سافرت. وفين رنا وسليم؟ راحوا مشوار. مشوار؟ مشوار ايه؟ الحمد لله على السلامه يا عمر. الله يسلمك. وحشتني قوي. انت كمان وحشتيني. سلمى اخت راضي. الحمد لله على السلامه يا سلمى. الله يسلمك. انا ما شفتش حد بيحب صاحبه زي ما عمر بيحب راضي الله يرحمه. الله يرحمه. معلش بقى يا ساندي، سلمى هتبقى ضيفه عندك في الاوضه كام يوم كده. لا عادي يا اخي، انا هلاقي حد اتكلم معاه في الاوضه دي. شنطتها دي؟ طب يلا تعالي معايا. كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه مهمه، ما تيجي نقعد شويه؟ يلا طبعا. عملت ايه في مصر؟ مفيش، اقنعت خالد وصاحبته ان هم يعني يحاولوا يقنعوا زمايلهم ان هم يجربوا يجوا هنا،
طبعا مش هيعرفوا يجيبوا كميات يعني، بس اهو يحاولوا يقنعوا زمايلهم ان هم يجوا يبصوا بصه. طب كويس. قابلت فريده؟ لا ما لحقتش. كان في موضوع كده كنت عايزاك فيه، بس هو موضوع هيضايقك. والله انا عارف من ساعه ما دخلت هنا ان في حاجه غلط وانتم مخبيين عليا. خير؟ درة اختفت. درة مين اللي اختفت؟ درة يا عمر، درة اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ معرفش يا عمر، كانت نايمة في اوضتها واتخطفت. والحراسة دي كلها كانت بتعمل ايه؟ محدش فينا فاهم أي حاجة. أنا لازم أروح لهم. لا يا عمر، اهدى بس، أنا عايزاك تفضل بس موجود النهاردة مع سلمى، لسه واصلة ومش عارفين اليوم هيحصل فيه ايه. خلينا نفكر واهدى بس لحد بكرة عشان خاطري. فيه سكاكين كويسة في الشقة اللي هناك؟ سكاكين؟ مش عارف بس أكيد يعني. يبقى أضمن لي أجيب السكاكين بتاعتي. براحتك. عمتي ما تنسيش تاخدي جركن مسحوق الغسيل. أيمن بيه، والنبي ممكن تيجي بس تساعدني أقفل الشنطة؟ أوي أوي يا رباب، اتفضلي. العفو يا ايمن بيه، النبي ما يصح. العفو ايه وبيه ايه بس، اوعى يا بابا اوعى. معقوله سايبه ايمن بيه يشيل الشنطه يا موكوسه؟ والنبي عمتي انا قلت له هو اللي صمم. انت مكبره الموضوع ليه يا ست سلمى؟ الموضوع بسيط خالص. يلا يا رباب نخلص بقى ولا هنبات هنا يا جماعه؟ يلا يا اختي خلصي. يعني هو اللي كلمك ولا انت اللي كلمته؟ هو اللي كلمنا يا معلم. وهو كلمك هنا ازاي؟ اوعى تكون بتدي تليفوناتنا للناس. الحكومة دلوقتي بتعرف اللي بيتكلم في التليفون من اي حتة وتاخده من افاه. عيب يا معلم، ده احنا رجالتك. وصلت له ازاي يا فالح؟ اتقابلنا اليومين اللي فاتوا مرتين ثلاثة وحاله يصعب على الكافر. ما كان جه قاعد في خير المعلم، اكل شارب نايم لغاية ما يبعت يجيبه. اتسحل ابو رمله. في ما هو ده اللي المعلم بيسر عليه من الصبح. اتمسك. مسك في ايه؟ في سرقه عربيه يا معلم، حظه اتذكر. كل مصر بتسرق عربيات وتيجي عنده هو ويتمسك. استغفر الله العظيم. وطلع منها ازاي؟ ما طلعش يا معلم. الله، ومال عايز يجي يقعد معانا هنا زيك ابن الهبله؟ الله، انت هتمخولني ليه؟ يا معلم ما انت عارف سالك، ده انت اللي مسميه سالك على يدك. سلك حاله وهابة. وهابة ازاي يعني؟ صحيح، عملها ازاي ابن الجنية؟ بصراحة معلم انا ما سألتوش، يعني لما قابلته كده حاله كان متبرجل وانا اتسحلت معاه في حاله. معاك تليفونه؟ معلم كلمهولي دلوقتي. وايه المشكلة؟ عزف خمسة كبير. يعني خلاص، اما تعوزني لازم اقوم لك ونقعد لوحدنا. اقعد يا مرامنا، خد لك زيرو يا تلج. قوم انا كبير. اخبار القضيه بتاعت ام مرفت ايه يا كبير؟ يعني هي ماشيه بس باين انها هتتسجح ومشكله. انت بتفكرني ليه بالحاجات اللي بتحرق الدم دي؟ في كده؟ مش القصد يا كبير، انت عارف ان الواد سالك كان في علاقه بينه قديمه بينه وبنت مرفت. اي نعم ما كررهاش تاني، بس الله اعلم نيته فيها ايه. وهي يعني الواد كان واقف زي الالف يوم ما قعدنا مع رزا. يعني ايه يا معلم؟ انا اقول لك يعني يوم ما رحنا ام ميرفت وصت ميرفت انها تقعد مع الضيف وتروح معاه مطرح ما دماغه كبير. وجابت يا كبير؟ دماغه ما جابتش. ما تاخذنيش يا كبير، انا نيتي خير، بس انا قلت بس انور لك من بعيد. معلش يا ابو رامي، انت مننا برضو. تلجة، هو امورك كبير. كلم لي سالك على التليفون. حاضر يا كبير.
انت سافرتي بره مصر قبل كده؟ لا. عارفه لو سافرتي هتكتشفي ان مفيش مكان في الدنيا بالحلاوه دي زيها. يمكن. هو انت زعلانه مني؟ لا. طب مش مبسوطه؟ لا. يعني مش مبسوطه؟ لا لا مبسوطه. اصل انت يا سلمى دايما ساكته. هو انت زعلانه من عمر؟ قولي له لا. واقول له ليه؟ مش هو اللي مسلطك تتكلمي معايا؟ مسلطني؟ اه مسلطك. تتجري ليه؟ انا محدش يقدر يخليني اعمل حاجه انا مش عايزاها. ومين قال انك مش عايزه؟ انت عايزه عشان تكسبي رضا. رضا مين؟ اللي انت بتقوليه ده؟ انت فاكراني صغيره ولا نايمه على وداني؟ اسمعي يا سلمى، انا وعمر اصحاب، وعمر يهمني ومتاكده ان انا اهمه كمان، ومش محتاجه اعمل اي خطط علشان اقرب منه. انت تعرفي حكايته مع فريده؟ طبعا. طب وايه؟ عادي؟ ايه هو اللي عادي؟ وانا مالي ومال المواضيع دي؟ والله مش بحتاج اني احلف. براحتك. اسمعي يا سلمى، انا عمر ما طلبش مني ان انا اقرب منك ولا اجي اتكلم معاكي ولا اروح انقل له اي اخبار. انت يمكن ما تعرفنيش كويس، بس انا عمر كلمني عنك كتير وعارفه كل حاجه حصلت لك في مصر. وفي حاجه نفسي اقولها لك واتمنى ان انت تفهميها كويس. قولي. انت ممكن تكوني اكتر واحده عمر بيخاف عليها بجد. وانا المفروض ادفع ثمن الحب ده من عمري كله؟ لا، على الاقل حاولي تحسي بيه عشان تعرفي تعذري. اعذره؟ وانا مين يعذرني؟ لو ما كانش بيعذرك ما كانش اخذ الموضوع اللي حصل في مصر بالهدوء ده. هدوء؟ هو كده خده بهدوء؟ هو انتوا حد اصلا حاسس انا بيجرالي ايه عشان بس اعرف انام؟ احط دماغي على المخده وانام وانا مش واخده مخدر؟ ويا ترى فكرتي لو كان سابك تعملي اللي انت عايزاه كان زمان دلوقتي بيحصل لك ايه؟ انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. السكه اللي انت ماشيه فيها معايا دي عشان تكسبيني ونبقى اصحاب عشان تقربي من عمر مش هتجيب نتيجه. خليكي ماشيه في السكه الصح. انت في السكه الصح، اللبس الحلو والشكل الحلو، لكن انا مش عايزه. بصي، انا الناس اللي كانوا بيهتموا بيا وبهتم بيهم في حياتي ما بقوش على وش الدنيا. فمش هينفع يجي ناس ما اعرفهمش يلعبوا الدور ده وانا اكمل معاهم واوافق. مش هينفع. واذا كنت واخده قرار ان انا بطل، ده مش عشان عمر ضاغط عليا، ده لان انا فكرت ولقيت ان مش هو ده الحل اللي هيخرجني من ازمتي. يلا بينا عشان تلحقي بلاغي الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا ست ساميه، ادخلي على باب. يلا. بسم الله الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها إيه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. ده كتير قوي يا أيمن بيه. بيه تاني؟ طب أعديلك أيمن بيه. لكن كتير ليه؟ أنا اللي دافع الأبيض والأسود، دي شقتي يا رباب وكنا قافلينها من زمان قوي. بقول لكم ايه، خشوا كده اتفرجوا على الشقه وخدوا راحتكم. يلا خدوا. انا عايز اقول لك حاجه. اتفضلي. روح، ربنا يبارك لك ويسعدك. ادعي لي بس ربنا يقدرني واشيل الدوشه اللي في دماغ رباب. فيران في دماغها بتجري ورا بعض. خلاص بقى يا استاذ رباب، انتهينا هنا كده في امان. خلي بس حد كده يعني ابن ابوه يفكر يهوب هنا. هقطم لك رقبتي. والله انا ما عارفه اقول لك ايه. قولي يا بسط. على فكرة عاشور البواب مش هيسيب بوابة تحت. أي حاجة تحتاجوها تكلموا على طول. ومراته هتبعت لكم شوية حاجات كده خاصة بالتلاجة. قولوا لها بقى عايزين خضار إيه؟ بتنقي خضار يا ست السامية، مرعب. الله. خضار تنقية 100 100. ما شاء الله ما شاء الله. يلا بقى هسيبكم تستريحوا واتكل على الله أنا بقى. السلام عليكم. أيمن بيه. أيوة رباب. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ أموري. هو انت يعني ينفع تطمنا عليك كده لما تروح؟ حاضر.
يلا في امان الله. مش عايزين حاجه؟ يبارك لك يستر طريقك. انا زهقت انا اكتر من اللي احنا فيه. ما شاء الله ربنا يبارك لك يا رب يسترك يا رب ويخليك. يا ليلى بيضاء سقفي بيتنا انا ورت علي يا بنت يا بنت يا بنت. تمام يا ادهم بيه تمام. ياسمين من فضلك ابعتي لي باسم. اوكي يا ادهم بيه.